بشكر الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام الكابتن محمد صلاح والكابتن كريم جمعة. مشاهدينا برحب بكم محدثكم أسامة أبو زينة والوصف التفصيلي في مباريات دور الثمانية بين فريقي النادي الأهلي المصري والشرطة الرواندي. كان هناك ثلاث مباريات، النصر الليبي فاز على بورتو دوال الكاميروني بثلاث أشواط مقابل شوطين، ومولودية أبو سالم فاز على بريدة الجزائري بثلاث أشواط مقابل لا شيء، والسجون الكيني فاز على هيئة المواني الكينية بثلاث أشواط أيضا مقابل شوط. النهاردة إن شاء الله بإذن الله بعد فوز النادي الأهلي، النادي الأهلي في مشواره إلى النهائي أو ربع النهائي، هيلاعب النصر الليبي المباراة القادمة، ومولودية أبو سالم هيلاعب السجون الكيني في دور الأربعة. قدامنا طبعا النادي الأهلي والجهاز الفني لرجال النادي الأهلي المكون من الأسباني فرناندو مونزو المدير الفني، ومحمد السيد المدرب العام، ومحمد الحسيني مدرب الفريق، وعبد اللطيف عثمان مدير الفريق، وأحمد أسامة إداري الفريق، وشادي فهيم محلل تقني، الدكتور إيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وإسلام محمدي أخصائي العلاج الطبيعي، والدكتور أسامة طعيمة أخصائي التأهيل، ومحمد شهير مدلك الفريق، وشريف صلاح الدين أخصائي اللياقة البدنية. قدامنا لعبتنا وقائمة رجال النادي الأهلي، يوسف الصافي رقم واحد، وعبد الله عبد السلام رقم اثنين، عبد الحليم فهيم عبو رقم ثلاثة، أحمد صلاح رقم أربعة، حمادة عثمان رقم خمسة، محمد رمضان ليبرو رقم سبعة، عبد الرحمن الحسيني رقم ثمانية، محمد عصران رقم تسعة، الكوبي يوندر جارسيا رقم 11، حسام يوسف رقم 12، سيف عابد رقم 14، عبد الرحمن سعودي رقم 15، محمد محسن رقم 16، وأحمد عزب رقم 22. هنشوف في جعبة المدير الفني لنادي الأهلي الأسباني فرناندو مونزو بيفاجئنا كل مرة بتشكيلة مختلفة عن التشكيلة اللي فاتت، وبيحاول يدخل اللعيبة اللي موجودة عنده ال 14 لعيب داخل جو المباراة، وده روح بصراحة تحسب له جدا، ان هو ما بيلعبش بستة او تمن لعيبة، بالعكس بيلعب باللعيبة اللي موجودة عنده. ودلوقتي قدامنا الشرطة الرواندي، طبعا كابتن الفرقة بتاعهم قدامنا اللاعب أوليفر رقم أربعة، وفي ليبرو ساليمون وإيمانويل موجوتشا رقم خمسة، عندهم طبعا لعيبة مستواها بتلعب بمستوى جيد، وعندهم أداء المفروض إن هو يبقى مميز عن الأدوار اللي فاتت. ولكن قدامنا أهو أحمد صلاح النجم الكبير، وحماد عثمان، وعبد الله عبد السلام، ونازل الكابتن فرناندو مونزو بلعيبة يعتبروا من اقوى اللعيبه، ما فيش طبعا كل اللعيبه اللي موجوده عنده على كفاءات عاليه جدا، وما فيش عنده روح جميله ولا لاعب احتياطي ولا لاعب اساسي، كله بينزل وبيشارك وبيأدي على حسب الحاجه. عبد الرحمن سعودي وحماده عثمان في مركز ثلاثه، احمد صلاح وعبد الله عبد السلام في مركز اثنين، وفي مركز اربعه عبد الرحمن الحسيني واحمد عزب. وقدامنا اهو بدايه اللقاء ما بين نادي الشرطة الرواندي والأهلي المصري، وهنشوف الدوران بتاع النادي الأهلي. قدامنا عبد الله عبد السلام اهو في مركز اثنين، وجنبه عبد الرحمن سعودي، وعبد الرحمن الحسيني الأول، وعبد الرحمن سعودي في مركز أربعة. هنشوف بداية اللقاء الناحية الثانية ايضا، بادي المدير الفني للشرطة الرواندي المعد في مركز اثنين وقدامنا، وحكم اول طبعا معمر عيوب الجزائري، وحكم تاني شندولا بيرميان الزامبي، وان شاء الله طاقم تحكيم في لاين زمان مصري ويكون على قد المستوى باذن الله. واهو ابتدى يبقى في الارسال مع الشرطة الرواندي في بداية الشوط الأول. على الإرسال اللاعب رقم 14 قدامنا، اللاعب سيمونا، وإرسال وعزب بيستقبل، وأول كورة وبتتشاط بقوة من عبد الرحمن الحسيني من مركز أربعة
في مركز 4 بقوة. عنده طبعا اللاعب رقم 10 اعتقد ان هو لاعب متجنس اسمه باربيرا بتيم، وارسال قوي من عبد الله عبد السلام واستقبال وكوره من 6 وكوره قويه بتتشاط من مركز 6 في اول كوره بيشوطها اللاعب رقم 17 انريك هو بيشوط كوره اهي من مركز 6. ده طبعا واضح ان هو لاعب مركز 4. وعلى الارسال المعد اللاعب كريستيان واستقبال من عزب وكره قويه من عبد الرحمن سعودي سريعه، وعبد الله عبد السلام بيشغل زي ما قلنا نص الملعب بشكل جميل وسريع جدا بدبل بلوك ما يقدرش يعمل لهم حاجه. سنتر البلوك ايمي رقم 18 للفريق الشرطه الرواندي، وكره سريعه قدامنا من ايمي وتاني بتطلع بتفنس وعزب بيحط كره ولا اجمل وبترجع تاني ومن 6 وبتسقط كره، وشايفين الديفنس صاحي وتاني برضو وكره تانيه سريعه من ايمي ولكن حائط صد مقفل مركز 6 ومركز 1 وسايب له جزء بسيط جدا في الزاويه بيحطها طبعا في الشبكه بالرغم ان هو طويل القامه يعني طول عبد الرحمن سعودي، ولكن هو يعني قافل على نفسه الزاويه خالص. وكره واستقبال وكره قويه، وده اللاعب اللي احنا قلنا عليه رقم 10 اللي هو مختلف عن باقي اللعيبه باربيري وبيشوط كوره، والحكم الاول معمر الجزائري بيقول كده وفي مش اعتراض في كلام على ان الكوره يعني الخطأ مش محتسب على الكرة لمسة فيه اوريدي قبل ما تنزل وجاية بالبطيئة اهو عشان نشوفها، ولكن معمر يعني التعيوب بيقول ان هي ما لمستش فيه. واثنين الشرطة 3 الاهلي ارسال واندر بيستقبل كرة وصلاح المتألق بكرة سريعة من مركز 2 بيشوطها بقوة بتيجي في ايد اللاعب رقم 17 أريك وجوه الملعب بشكل رائع جدا أحمد. كرة سريعة 4 الأهلي 2 الشرطة الرواندي. عبد الرحمن سعودي مازال على الإرسال، إرسال عبد الرحمن استقبال وكرة تانية وحائط صد، ولكن الكرة بتيجي في إيد حائط الصد وفي العصا الهوائية. وثلاثة الشرطة الرواندي يعني 4 النادي الاهلي. اريك على الارسال، ارسال من اريك واستقبال من عزب، وعزب بيشوط كرة قوية وتفنس جيد، وتاني بتيجي تانية من مركز 4 وحاط صد جميل وبترجع وتاني، والمرة دي احمد صلاح وحمادة عثمان طالعين في وقت اكتر من رائع. اللاعب رقم 6 ما يعرفش اهو قدامنا بيديها له، بصوا معد الفريق بيدي كوره سريعه ولكن حوائط الصد قافله بشكل اكتر من رائع من اريك، كوره ما بتعديش. اريك شفنا طبعا هو لاعب بيلعب في مركز 4 وهو لغايه دلوقتي يعتبر المميز اللي فيهم. احمد صلاح وارسال احمد ارسال قوي وبتيجي في ليبرو الفريق سلمون وبتيجي خارج الملعب 6 الاهلي 3 الشرطه الرواندي. احمد صلاح مازال على الارسال، ارسال قوي سريع من احمد ارسال وكوره بتيجي في نت الشبكه كده لعبها حاطط فيها كل قوته ورزقه طبعا. والارسال مع اهو ارسال واستقبال من جارسيا وكره ثانيه، وعبد الرحمن الحسيني بيشوط كره قويه من 6 ما يقدرش يعمل لها حاجه لاعب مركز 1. اسمه التيني
ناتشورال اهو، ولاعب اعصر بيلعب بايده الشمال احمد عزب. سبعه الاهلي اربعه الشرطه الرواندي، وعزب على الارسال، وارسال قوي وبيستقبله سلمون، وكره تانيه وحاط صد وبترجع تاني، وكره قويه. وشايفين المعد بصراحه بتاع الشرطه الرواندي يعني اسمه كريسبيان، وبيحط الكره شايفينها بشكل جيد غير متوقعه. خمسه الشرطه سبعه الاهلي، وكره تانيه وكره من احمد، والمره دي بقى مفيش تهريج. احمد صلاح بيشوط كره من واحد سريعه وقويه جدا من جنب ايد اللاعب انريك اهو، سنتر بلوك ملحقش يروح هو واللاعب رقم 14، وارسال تاني واستقبال، وكره من واحد وبتتجاب تاني، وكره سريعه بتتسقط وتفنس. والمره دي عبد الله عبد السلام بيشوط كره يعني قويه وسريعه جدا، اللاعب رقم 10 بيتكلم مع السنتر بلوك بيقول وشاطها منين؟ هو شاطها من جنب ايده سريعه مش متوقع ان هو هيشوطها بالقوه ديت. حماده عثمان، وفي لمس لخط النهايه طبعا لاين زمان، والحكم الاول يعني خدوا بالهم. لاسيد لعب مركز ثلاثة في الشرطة الرواندي، وإرسال وواندر بيستقبل، وصلاح بيعدي كورة وبتيجي كده سهلة بتخبط في ايد حوائط الصد بخبرة صلاح وبتنزل في الملعب. كورة سهلة ما تتجابش اهي. عشرة الاهلي تتسقط مش عامل لها حساب، وعبد الله عبد السلام ارسال قوي جدا ولكن خارج الملعب. سبعه الشرطه الرواندي، عشره الاهلي المصري. ده طبعا المعد، واستقبال من واندر، وكره سريعه في ايد من عبد الرحمن سعودي، سريعه قويه يعني في ايد حائط الصد انريك وخارج الملعب. وعبد الرحمن الحسيني واستقبال، وكره تانيه من اتنين وحائط صد وتفنس جميل من عزب ومن عبد الرحمن الحسيني، وبترجع تاني، كره بتتحط من عزب جميله في ايد اللاعب كريسبي وما بتطلعش اهو. بريست ايده حاططها بشكل جميل والديفنس ما بيطلعهاش. 12 7، والمره دي عبد الرحمن الحسيني بيلعب ارسال قوي سريع. وقدامنا طبعا كله متسجل عند المدير الفني الاسباني فرناندو مونزو. باربيري بيتيم، وكرة وإرسال واستقبال وسريعة قوية مخادعة من أحمد صلاح من جنب حائط الصد اللاعب إيمي، وكرة فعلا ما يقدرش يعمل لها حاجة. أحمد حاططها بقوة بكرة سريعة كده من خلف عبد الله عبد السلام. عبد الرحمن سعودي وارسال واستقبال، والضغط على اللاعب باربيري وكره خارج الملعب. المحترف بتاعهم طبعا باربيري ده اللي المفروض بيتلعب عليه ارسال،
وكره تانيه وكره سريعه، واللاعب ايمي بيحط الكره في الشبكه بالرغم من طول القامه وتايم اوت لجرين المدير الفني للشرطه الرواندي 15 النادي الاهلي 8 الشرطه الرواندي. مع الفريق بيحاول يتكلم معاهم، وايضا الجهاز الفني للنادي الاهلي فرناندو مونزو ومحمد السيد ومحمد الحسيني على تواصل سريع وجيد جدا مع الفريق. ما زال عبد الرحمن سعودي على الارسال، ارسال واستقبال وكوره بترجع تاني وبيشوطها بقوه اللاعب رقم 15 اتيني ناتشورا وخارج الملعب اهو. بعيده قوي حتى لاين زمان كده تيجي فيه الكوره. عبد الرحمن سعودي واستقبال، الكرة بتتحط من مركز التيم والمرة دي بيشوطها من بين ايدين حوائط الصد وفي الملعب. 9 الشرطة الرواندي 16 الاهلي المصري. ارسال واستقبال وكرة وبيحطها بقوة وسرعة ومهارة جيدة اللاعب أحمد عزب من جنب إيد حوائط الصد بشكل جيد جدا. أهي من فوق بسنجل بلوك ما يلحقش. أحمد صلاح وكورة وبترجع وبتتحط تاني وتفنس ولا اجمل، وعبد الرحمن الحسيني بيشوط كوره قويه من مركز 6 ولكن الحكم الاول معمر الكعيوب بيقول ان هي خارج الملعب. عشرة الشرطه الرواندي 17 الاهلي المصري، وارسال واستقبال وتاني عبد الرحمن الحسيني بيحط كرة جميلة سريعة. أحمد صلاح كان أهو مستعد، وعبد الرحمن الحسيني وطالع حمادة عثمان 4 مهاجمين 2 من الخطوط الخلفية و2 من الخطوط الأمامية مستعدين لكرة عبد الله عبد السلام. أحمد عزب على الإرسال 18 الأهلي 10 الجيش الرواندي شرطة الرواندي، وارسال واستقبال وكره سريعه قويه بتيجي في ايد حوائط الصد وخارج الملعب من اللاعب رقم 17 اللاعب انريك اهو لاعب مركز 4 وانريك على الارسال واستقبال وكره سريعه و حمادة عثمان بيشوط كورة في ايد اللاعب زاشيا اللاعب مركز 3. هو طبعا واضح كبير السن وحجمه جسمه كبير والحركة عنده بطيئة، وتاني وكرة قوية وحائط صد تاني، وشايفين كرة كده بترجع سهلة لملعب النادي الاهلي، وتاني عزب بيشوط كورة قوية وبترجع وبتترفع وبتعدي سهلة، ويعني مش متوقعة. اتناشر تسعتاشر وتاني ارسال واندر جارسيا
وعزب بيشوط كوره قويه ودفنس جيد وكره تانيه ودفنس ولا احلى، وبتتحط من عبد الرحمن الحسيني وبترجع تاني، وعبد الرحمن بيشوط كوره قويه من مركز اربعه بتيجي منه خارج الملعب. شايفين عبد الله عبد السلام بيرفعها له بجر بالمسطره يعني بشكل جيد. 13 الشرطه الرواندي، 19 الاهلي، وعبد الرحمن واحمد صلاح ودفنس ولا اجمل وتاني، والمره دي عبد الرحمن الحسيني بيشوط كوره في ايدين حوائط الصد اهو مستنيينها مقفلين بشكل جيد. اللاعب ايمي وطبعا تايم اوت بيجري المدير الفني للنادي الاهلي الاسباني فرناندو مونزو. وكلام كده وشايفين وسامعين جماهير النادي الاهلي واقفه مع لاعبتها اهو. طبعا دولت محبين النادي الاهلي وبيحاولوا ان هم يصحصحوا كده لاعبتهم. وايضا الشرطه الرواندي وارسال مع لاعب سنتر بلوك واستقبال من عزب، الكره بتيجي اوت اوف سيستم ولكن دي صلاح بيحطها بشكل قوي وسريع، دي كورته. الكور الاوت اوف سيستم دي بتبقى مهمه جدا جدا، بتتشاط بقوه. شايفين احمد دي بتاعته اصلا، الكور البايظه دي هو اللي بيعرف يعدلها. طلع عبد السلام وارسال قوي وكره ثانيه وبتنزل بليس، وعبد الله متاهب ليها وكره ثانيه وبتنزل من عبد الرحمن الحسيني وبترجع ثاني وبيشوطها المحترف في ايد حوائط الصد وخارج الملعب. قدامنا بتتشاط بقوه وتاني الارسال مع اللاعب رقم سته، وكره سريعه وعبد الرحمن سعودي وبترجع تاني، والمره دي عبد الرحمن سعودي مش هيعدي الكوره، مش هيعدي الكوره، الكوره هتبقى يعني حائط صد قوي جدا من عبد الرحمن سعودي. باربيري بيتم بيشوط كرة قوية جدا ولكن حوائط الصد مقفلة، كرة أقوى بيشوطها اللاعب بيتي وبتيجي من مركز ستة. يعني هو بيلعب في مركز أربعة ومواليد 92، محترف قدامنا وكرة قوية واستقبال بيعدي وكرة تانية من ستة، ولكن خلاص خلاص المحترف بيشوط كرة من مركز ستة بينتظرها وقافل عليه صح جدا عبد الرحمن سعودي بيحطها في الشبكة. 22 الأهلي، 16 الشرطة الرواندي، عبد الرحمن سعودي وارسال وكره سريعه وتاني وبترجع تاني، والمره دي كره قويه بتتشاط من اللاعب قدامنا رقم 17 اريك اهو بيشوط كره قويه.
ارسال تاني وفي الشبكه. 23 النادي الاهلي، 17 الشرطه الرواندي. ومحمد رمضان نزل على الديفنس، بدل مع ليبرو يندر ومحمد صلاح، واحمد صلاح وارسال كوره، ولاعب ايميل يشوط كوره سريعه من جنب حوائط الصد. ١٨ الشرطة الرواندي، ٢٣ الأهلي، وإرسال واستقبال وكورة، والمرة دي كورة سريعة، حمادة عثمان بيشوطها من فوق إيد حائط الصد. أهي ٢٤ الأهلي، ١٨ الشرطة الرواندي. وأحمد عزب بيحط الإرسال في الشبكة. ١٩ ٢٤ وعلى الإرسال اللاعب إيريك، يعتبر هو اللاعب المؤثر في صفوف الشرطة الرواندي، واستقبال وكورة، واحمد صلاح بيشوط الكوره بتيجي في نت الشبكه. وتاني ارسال واستقبال وكوره تانيه، وعبد الرحمن الحسيني بيسقط كوره من فوق حوائط الصد في قلب الملعب، لينهي الشوط الأول 25-20 لصالح النادي الأهلي. ٢٠ لصالح النادي الأهلي في مشوار دور الثمانية، ومباراة طبعا تعتبر مهمة للنادي الأهلي، وفيها طبعا المستوى واضح بفرق كبير. النادي الأهلي مستواه لعبته عندها خبرات، لعبته عندها عنصر من عناصر المهارات والأداء المميز. أيضا في توجيهات اهي قدامنا من الأسباني فرناندو مونزو. بداية شوط تاني من عمر اللقاء ما بين الشرطة الرواندي والأهلي المصري في مشوار النادي الأهلي لدور الثمانية من بطولة الأندية الإفريقية الأبطال. وأمامنا فريق الشرطة الرواندي، وقدامنا طبعا الأسباني فرناندو مونزو المدير الفني الأسباني، معاه طاقم من المدربين، المدرب العام محمد السيد ومدرب الفريق محمد الحسيني، وتوجيهات مهمة جدا، وشايف اللعيبة كلها متجمعة وبتسمع التعليمات. قدامنا فريق النادي الأهلي بعض اللعيبة اللي لم تشارك بيعملوا عمليات الإحماء، علشان في أي وقت فرناندو مونزو ممكن يستعين بأي لاعب من اللاعبين لتغيير رتم المباراة، وده عمله أكتر من لقاء شفنا طبعا في الأدوار
البدائية في دوري المجموعات وفي دور الستاشر، كل ده شاهدناه. وقدامنا الدكتور أسامة وإسلام محمدي أخصائي العلاج الطبيعي، وفي بداية الشوط الثاني مثبت التشكيل فرناندو مونزو بنفس الشوط الأول، عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح وعبد الرحمن سعودي وحمادة عثمان وأحمد عزب وعبد الرحمن الحسيني. أيضا واضح من المدير الفني لفريق الشرطة الرواندي أيضا تثبيت التشكيل، واضح هو نفس اللعيبة حتى ما غيرش في البوزيشن، بادي أيضا بالمعد في مركز اثنين في الشوط الثاني. على الإرسال عبد الله عبد السلام في بداية شوط ثاني قوي إن شاء الله. وقدامنا بينزل واندر جارسيا مكان حمادة عثمان اللي في الخط الخلفي سنتر بلوك او لاعب مركز ثلاثة النادي الاهلي. والارسال مع عبد الله عبد السلام، ارسال عبد الله وارسال قوي واستقبال وكرة بتيجي وبتتشط بقوة وتفنس قوي وبترجع تاني الكرة وتاني وكرة سريعة وتفنس ولا اجمل، وبيحط اللاعب رقم 18 ايمي كرة مرتدة من مركز ثلاثة بيحطها في مركز خمسة من جنب ايد حوائط الصد اهو. اول كرة بصوا عبد الله جابها ازاي، وتاني كرة اتحطت بقوة. واحد الشرطة الرواندي لا شيء الاهلي المصري، وارسال واستقبال وكرة قوية، وعبد الرحمن الحسيني بيشوط كرة قوية في ايد حوائط الصد وخارج الملعب. وفريد ميسوني المدير الفني للشرطة الرواندي بيعمل للاعب علامة اوكي اللي بعده، وكرة تانية وبتتشط بقوة من اللاعب رقم 10 اللاعب باربيري بيتيم وخارج الملعب بحوائط صد مقفلة بشكل جيد من عبد الرحمن سعودي واحمد عزب وعبد الرحمن الحسيني. ارسال قوي واستقبال وكرة جاية سهلة وبترجع تاني وكرة بتترفع، واحمد عزب بيحط كرة من اعلى نقطة في نص الملعب اللاعب رقم 6 اللاعب ناتندي ما يقدرش يعمل لها اي حاجة بعيد عن ايده وصعبة اهي. وسامعين جماهير الاهلي وثلاثة الاهلي واحد الشرطة، وارسال قوي واستقبال وكرة تانية بيحطها ايمي زي ما شفنا من نص الملعب في ايد حوائط الصد وبتنزل في الملعب اهو مرفوعة بشكل جيد ومحطوطة ايضا بشكل جيد، ولكن ممكن تتاخد بسهولة بشوية تركيز كده من عبد الرحمن. وكرة تانية وارسال قوي وعزب بيستقبل وصلاح بيسقط كرة وبترجع تاني وبتيجي سهلة، واحمد بيجيب الكرة ويلمها، وكرة تانية وعزب بيشوط كرة قوية، وشايفين ديفنس احمد صلاح منين، وعبد الله بيرجع كرة لاحمد عزب في ايد ايمي وخارج الملعب لاعب مركز ثلاثة حطها بشكل رائع. والديفنس بتاع احمد صلاح جاي من مركز واحد شايفين، ولو رفعها هيخش يشوطها. اربعة النادي الاهلي اتنين الشرطة الرواندي، عبد الرحمن سعودي وارسال واستقبال وكورة من مركز اربعة وحوائط صد، ولكن بتيجي في ايديهم وخارج الملعب. وزي ما عودنا في الشوط الاول اللاعب ايريك هو افضل لاعب مركز اربعة في صفوف الشرطة الرواندي، ده طبعا سنتر بلوك او لاعب مركز ثلاثة ايمي بيلعب ارسال واستقبال وكرة سريعة وبيشوطها بقى اللاعب حمادة عثمان من الدور الثاني من فوق حوائط الصد بشكل جيد اهو.
ما شاء الله، كرة عالية من فوق الحوائط خلف الديفنس بشكل أكتر من رائع. 5 الأهلي 3 الشرطة الرواندي. أحمد صلاح وإرسال قوي جدا واستقبال خاطئ من الشرطة الرواندي. 6 الأهلي 3 الشرطة. وما زال أحمد صلاح على الإرسال، وما زال في حيرة من فريد موسومي المدير الفني زي ما شفنا. وكرة تانية وحائط صد وبترجع وبترجع تاني، وحائط صد قوي ولكن بتيجي في ايد حماد عثمان وخارج الملعب. مقدم مستوى جيد ما شاء الله، ربنا يحفظه طبعا حمادة عثمان بتركيز. ارسال واستقبال وكرة، وابو صلاح بيشوط كرة قوية ما بيقدرش يعمل لها حاجة، الديفنس بتيجي جنب رجله وفي الملعب. 7 الأهلي 4 الشرطة الرواندي. واحمد عزب على الارسال، ارسال عزب مميز وارسال قوي واستقبال وكرة تانية وبتتحط من اللاعب اهو قدامنا ايريك من جنب ايد حوائط الصد، بيحط الكرة في مركز ما بين 1 و2 بشكل 1 و6 بشكل جيد. ارسال واستقبال وكرة، واحمد صلاح كرة قوية جدا ما يقدرش يعمل لها حاجة. سالمون ماتسيكو الليبرو الفريق اهي سريعة وقوية ومن جنب ايد حوائط الصد بتيجي فيه ونقطة مباشرة. حمادة عثمان وارسال حمادة واستقبال وكرة وبتتعدى بسهولة وبترجع تاني، والمرة دي عبد الرحمن سعودي بيشوط كرة قوية زي أهاله كده، عبد الله عبد السلام بيشوطها في إيد حوائط الصد وخارج الملعب، بيعدل بيها النتيجة. 9 الأهلي 5 الشرطة الرواندي. وقدامنا هي الكرة سريعة وقوية وإرسال حمادة في الشبكة وتشجيع من هنا لبعض اللاعبين. ستة الشرطة الرواندي 9 الأهلي المصري. إرسال واستقبال وكرة وبترجع تاني و عدت كده. 7 الشرطة الرواندي 9 الأهلي المصري. و إرسال واستقبال وكرة ومن 4 بتتحط وتفنس ولا أجمل، وكرة تانية بيشوطها بقوة اللاعب رقم 10 في الزاوية. ابتدت اللعيبة لعيبة الشرطة الرواندي تبتدي تفوق في الملعب اهو، محطوطة بشكل قوي. 8 الشرطة 9 الأهلي وارسال واستقبال وكرة تانية قوية ودفنس وحائط صد عفوا من اللاعب رقم 14 عبد الرحمن الحسيني اهو. تسعة تسعة 4 نقاط طبعا، كان 9 5 بقى 9 9. نفس الارسال واستقبال، والمرة دي احمد صلاح هو صاحب الحلول بكرة قوية وسريعة من احمد صلاح
10 الاهلي 9 الشرطه. اهو كره سريعه وقويه محطوطه في مركز واحد من واحد لواحد. وعبد الله عبد السلام وارسال قوي المره دي جدا، وكره سهله وبترجع وتاني بتشوط كره بقوه من عبد الرحمن الحسيني. 11 9 قوية وسريعة من عبد الرحمن الحسيني، وتاني عبد الله عبد السلام بارساله القوي، والمرة دي لاعب رقم 10 بيشوط كورة قوية جدا. اهو بدبل بلوك قافل الملعب، ولكن في تاتش من حوائط الصد. معد الفريق وارسال واستقبال من عزب، وكرة سريعه وبتتشاط من عبد الرحمن سعودي، بتيجي في ايد حائط الصد وبتيجي عنده ونقطه اهي. شايفين الكره سريعه شايطها بقوه ما بين ايد ايمي، وبتنزل في ملعب ايمي وترجع تاني عند الاهلي، وكره وارسال قوي وسريع، وكره بتتسقط، ولكن احمد عزب مركز مش هتتعمل فيه الكره دي انسايد. وفي اعتراض طبعا من بعض لاعبي الشرطه الرواندي، ولكن الكره داخل الملعب. معمر الكعبوب بيقول الشرطه الرواندي كره وكره ثانيه وارسال، وابتدى الفارق يظهر من ارسالات النادي الاهلي الواضحه جدا على لاعبه الاهلي بارسالات بتبقى مميزه. 14 الاهلي 10 الشرطه الرواندي، وارسال قوي وتاني ارسال ولكن خارج الملعب. قدامنا طبعا باربيري بتيم، وكره قويه وارسال وبيحط فيها بينما هي طالعه من ايده قويه جدا ولكن في الشبكه. النادي الاهلي مازال 15 11، وارسال عبد الرحمن سعودي وارسال واستقبال. اهي الكره جايه سهله وبترجع تاني، وكره ولا اسهل، وحماده عثمان بيشوط كره قويه في ايد ايمي بتيجي في ايده خارج الملعب، شايطها من نقطه اهو عاليه من فوق اهو. ستاشر حداشر، وما زال عبد الرحمن سعودي على الارسال. ارسال تاني واستقبال بقى، شايفين المره دي استقبال طبعا اللاعب اريك بيستقبل كره خطا، والمدير الفني لفريق الشرطه الرواندي يعني فريد موسوني بياخد تايم اوت علشان 17 11 للاهلي المصري. طبعا احنا مش سامعين المدير الفني الاسباني فرناندو مونزو بيتكلم مع لعبته في ايه، ولكن واضح جدا بينسق حوائط الصد مع اللعيبه. وزي ما احنا شايفين محمد السيد المدرب العام ومحمد الحسيني بيتكلموا مع اللعيبه لغايه لما وصلوا لغايه ارض الملعب، كل واحد ليه مهام لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني. عبد الرحمن سعودي واسرائيل واستقبال وكوره، والمره دي بيشوطها اللاعب رقم 15 في ايد حوائط الصد وخارج الملعب.
يزنوها في ايد حوائط الصد، بيشوطها في ايد حوائط الصد وخارج الملعب وارسال واستقبال. وجارسيا المرة دي بيزنوها كرة قوية بقى من احمد عزب، بيشوطها بقوة في ايد حوائط الصد وخارج الملعب من نقطة عالية. 18 الاهلي 12 الشرطة الرواندي، وتغيير حسام يوسف بينزل مكان عبد الله عبد السلام في 18 الاهلي 12 الشرطة الرواندي. احمد صلاح وارسال قوي وبينزل داخل الملعب. ده اللاعب رقم 15 اتني، وكرة واستقبال، والمرة دي حمادة بيشوط كرة قوية جدا من جنب ايد حوائط الصد في مركز واحد، ما يتعملهاش اي دفنس خالص، بعيده عن ايدين اللعيبه اهي من فوق ورا. حماده ابتدى يضرب في اخر الملعب بشكل رائع. احمد عزب على الارسال، ارسال قوي واستقبال، وكره بتيجي وبترجع تاني، وحائط صد قوي جدا، حائط صد قوي جدا اهو قدامنا. حمادة عشرين الاهلي 13 الشرطة الرواندي، مازال احمد عزب على الارسال، وارسال قوي واستقبال ضعيف من اللاعب رقم 10 ليعدل النتيجة 21-13. اهو ابتدت مهارة الارسال مهمة جدا زي ما اتكلمنا عليها، هي اللي بتخلخل الملعب وقت طبعا مستقطع بيجريه المدير الفني للشرطة الرواندي فريد موسوني، هو اللي بيجري الوقت المستقطع علشان يبتدي يبقى فيه تعديلات. ولكن النادي الاهلي ضاغط بارسالات وحوائط صد بشكل جيد، ولما بتيجي الكوره بيقدر ان هو يعمل بيها تشكيلات هجوميه من نص الملعب على اعلى مستوى. انتهى الوقت المستقطع الثاني للشرطه الرواندي 21-13، 21 النادي الاهلي 13 الشرطه، واحمد عزب على الارسال. ارسال واستقبال، وكره بتيجي وبترجع تاني من مركز اتنين، وحوائط صد زي ما شفنا بشكل جيد من عبد الرحمن الحسيني وحماده عثمان، مقفلين الملعب بشكل جيد اهو، مقفلين الملعب بشكل اكتر من رائع. 22 الاهلي 13 الشرطه الرواندي، وعزب على الارسال، وارسال قوي ولكن في الشبكة. 14 الشرطة الرواندي 22 الأهلي المصري. وإرسال واستقبال وكرة، وأحمد صلاح بيشوط بقوة وتفنس المرة دي، وكرة تانية وحائط صد من حسام يوسف، طبعا مقفل الملعب بشكل جيد جدا اهو. في نقطة مهمة وقوية جدا بيطلع طبعا حمادة عثمان، بينزل مكانه سيف عابد على الارسال، ارسال سيف مميز، وارسال قوي واستقبال، وكرة بتترفع وبتتشاط وتفنس ولا اجمل، شايفين منين؟ والمره دي عبد الرحمن الحسيني بيحط كوره، ولكن في كوره دبل كده محطوطه
15 الشرطة الرواندي، 23 الأهلي، ولعب رقم 14 لعب مركز 3 على الإرسال، وإرسال واستقبال من عبد الرحمن، وعبد الرحمن الكرة بتترفع له بشوطها بقوة علشان تبقى النتيجة 24-15 في شوط تاني قوي من النواحي الفنية وتحديدا في مهارة الإرسال وحوائط الصد الأهلوية المتميزة. وحسام يوسف على الإرسال، إرسال قوي واستقبال، وكرة بتترفع وبتتحط من اللعب وديفنس ولا أجمل، ومحمد رمضان بيرفع كرة جميلة، وأحمد صلاح بيشوط كرة في مركز 6 بترجع تاني وبيشوطها تاني وبترجع تاني، والمرة دي اللاعب إيمي بيحط كرة من مركز 3 في مركز 4 جنب ايد محمد رمضان بيعدل بيها النتيجة. الشرطة الرواندي اهو، وارسال واستقبال وكرة تانية، واحمد صلاح بيصعد كرة وبترجع تاني وبتترفع وبتتشط بقوة من اللاعب رقم 10 اللاعب بيربيري بيتيم، و 17 الشرطة الرواندي، 24 الأهلي المصري، في كورتين ملهمش لازمة خالص سهلين، والمرة دي طبعا معد الفريق ريحنا من الشوط الثاني 25-17 وأنهى الشوط بإرسال ضائع ينهي الشوط الأول 25-20 لصالح النادي الأهلي، والشوط الثاني 25-17 لصالح النادي الأهلي. بداية شوط ثالث أكثر من رائع زي ما شاهدنا الشوط الأول والثاني، ومدى قوة الفريق النادي الأهلي في إرسالاته المتميزة والتعليقات والملاحظات وتعليقات المدير الفني فرناندو مونزو المدير الفني الأسباني لفريق النادي الأهلي. زي ما خدنا بالنا او قدرنا ان احنا يعني نسمع من المدير الفني فرناندو مونزو ان في علاقه ما بين حوائط الصد والديفنسات داخل صفوف النادي الاهلي، وده اللي ميز الشوط الثاني من خلال لعيبه الاطراف وحوائط الصد سواء عبد الله عبد السلام واحمد صلاح او عبد الرحمن الحسيني واحمد عزب لعيبه اطراف النادي الاهلي مع لعيبة مركز 3 الموجودين سواء حمادة عثمان أو عبد الرحمن سعودي قفلوا الملعب بشكل جيد على هجوم نادي الشرطة الرواندي في شوط تاني كان يعني مميز عن الشوط الأول، وتحديدا في حوائط الصد والإرسالات الموفقة في بعض إرسالات بعض اللعيبة. شفنا طبعا اتجاب في الشوط الثاني حوالي 4 أو 5 إيس موجودين بشكل جيد جدا، وطبعا ده السياسة المتبعة داخل تعليمات المدير الفني، اعتقد كله بيلعب ارسال بريسك علشان ده هو اللي هيخلخل يعني الاستقبال داخل الشرطة الرواندي. مثبت التشكيل المدير الفني الاسباني ب انتهاء الشوط الثاني، لعب ايضا بحسام يوسف قدام
جنبه عبد الرحمن الحسيني وعبد الرحمن سعودي، والناحية الأخرى بيلعب أحمد عزب في مركز أربعة وحمادة عثمان. أيضا فريق الشرطة الرواندي قدامنا مثبت تشكيله، وهنشوف لو في بعض التغييرات في صفوف اللاعبين، ولكن هو المرة دي لف لفة المدير الفني للشرطة الرواندي، بدل ما كان بيلعب بالمعد في مركز اتنين في الشوط الأول والتاني، لأ رجع المعد في مركز واحد قدامنا اهو، ومثبت تشكيل باقي اللاعبين. قدامنا إرسال المعد واستقبال وحسام، وكرة قوية من مركز ستة في بداية شوط ثالث قوي. الأهلي واحد لا شيء، الشرطة الرواندي. حسام يوسف على الإرسال، إرسال حسام وكرة واستقبال وكرة تانية من ستة، ولكن بتتشاط من المحترف باربري بيتيم في الشباك وخارج الملعب. اتنين الأهلي لا شيء، الشرطة الرواندي. حسام يوسف على الإرسال، حسام يوسف إرساله قوي ومميز، وإرسال قوي واستقبال، وكرة تانية بتيجي وبتتشاط من اللاعب رقم أربعة. طبعا ده كابتن الفرقة أوليفر. قدامنا دفع بيه المدير الفني، وهو قدامنا مواليد 92، واحمد صلاح بيحط كورة جميلة من جنب ايد حوائط الصد، بيسقطها في مركز واحد من مركز اربعة بعكس اتجاه عدلته، ولكن صلاح ما عندوش مستحيل، بيعرف يحط الكورة في اي مكان هو عايزه في الملعب. خبرة كبيرة طبعا مع عبد الرحمن الحسيني، الكورة بتيجي سهلة وبترجع تاني، وعبد الرحمن سعودي بيشوط كرة سريعة وبترجع تاني، وشايفين حائط الصد أحمد عزب. ده اللي أنا اتكلمت فيه وقلت حوائط الصد في لعيبة الأطراف قافلة كويس جدا على لعيبة منتصف الملعب، وبيقفلوا وبيحطوا وبتمركزوا صح في التايمنج صح، عشان يجي السنتر بلوك جنبه يقدر يقفل الملعب بشكل جيد. وإرسال مميز من اللاعب عبد الرحمن الحسيني. خمسة الأهلي واحد الشرطة الرواندي. مهارتين واضحين جدا في صفوف النادي الأهلي، الإرسال المميز وحائط الصد الجيد. إرسال تاني وكورة وحائط صد، ولا أجمل ولا أروع من أحمد صلاح وعبد الرحمن سعودي في تايم ووقت ممتاز. أهو عايز يسقطها كده من فوق إيدين حوائط الصد، ولكن صحيين. ستة الأهلي واحد الشرطة. عبد الرحمن وإرسال قوي بيجي في نت الشبكة وبينزل داخل ملعب الشرطة الرواندي. 7-1 تايم اوت بجرير المدير الفني الرواندي لفريق الجيش الرواندي. اهو قدامنا فريد بيتكلم طبعا مع فرقته، كان متوقع ان الشوط الثالث هيقدر يقلل الفارق. بيتكلم ان الكرة تتحط الناحية التانية في الملعب الاخر، ولكن حوائط الصد مقفلة على اللعيبة بتاعته بشكل جيد. عبد الرحمن الحسيني ارسال قوي واستقبال، الكرة بتترفع تتحط قوية وتفنس ولا هجمة، وعبد الرحمن سعودي بيرفع كرة، واحمد صلاح المتألق بيشوط كرة من جنب ايد سنتر بلوك،
الشرطة الرواندي بشكل رائع. أهو لاعب إيمي بصوا قافل مركز 5 و6، وأحمد بيحط الكرة في مركز 1 بشكل رائع. 8 الأهلي، 1 الشرطة، وإرسال قوي وعبد الرحمن الحسيني وإرسالاته القوية، وبتيجي كرة وبيحطها اللاعب أحمد عزب بإيده الشمال كده من مركز 4-9 الأهلي 1 الشرطة. الرواندي وضغط الإرسال هو اللي عامل فارق من الشوط الثاني زي ما اتكلمنا، والمرة دي الإرسال بيجي في الشبكة. 2-9 بعد 5 إرسالات قوية ملعوبة بشكل جيد ورائع. إيمي على الإرسال، وإرسال واستقبال، وكرة سريعة بتتشاط بقوة من عبد الرحمن سعودي في إيد حائط الصد وخارج الملعب. 10 الأهلي، 2 الشرطة الرواندي. عبد الرحمن سعودي على الإرسال، إرسال عبد الرحمن سعودي قوي وسريع، كورة في لوتر سيرف بتتلعب من مركز 5 في مركز 5، باربري ما يقدرش يعمل لها حاجة، بتيجي في إيده خارج الملعب، نازلة ما بين مركزين، مركز 5 ومركز 6، ويعني تيجي كده بشكل سهل. 11-2 وإرسال تاني سريع، والمرة دي كورة سريعة وبتتشاط بقوة، وأوليفر ابتدى يتكلم مع المحترف ان هو يسيب له الكرة اللي ما بين 5 و6 دي. استقبال كان جيد الكرة اللي فاتت، وثلاثة الشرطة، 11 الأهلي المصري. إرسال واستقبال وكرة وبتتحط من عزب وبترجع تاني وبتترفع سريعة، وإيمي بيشوت كرة قوية، والمرة دي عزب بيشوت كرة ولا أقوى ولا أجمد، ولكن الحكم التاني شندولا بريان الزامبي بيقول إن في رمس للشباك للاعب عزب أهي، وعزب بيقول له إزاي، ولكن وهو نازل شعر إن هو لمس الشبكة. إرسال استقبال وكرة قوية من حمادة عثمان، بيشوط كرة قوية وسريعة من نقطة عالية بعد ما نزل اللاعب فرانك شياكا من مركز 3. فرانك طبعا نزل مكان اللاعب رقم 14. إرسال قوي جدا واستقبال وكرة بتيجي قوية وفي حوائط الصد وخارج الملعب. 5 الشرطة، 12 الأهلي، وأحمد صلاح بيطلع طبعا والكل بيحييه، نجم فعلا كبير، وبينزل مكانه سيف عابد، وإرسال وكرة وبتنزل بقوة من اللاعب حسام يوسف من مركز 2، بيحطها كده بإيده حسام، مميز جدا في الألعاب الهوائية دي. بيستخدم طول القامة بشكل جيد، وعزب وإرسال قوي وكورة وتاني ودفنس ولا أجمل من عبد الرحمن، وغير متوقعة، والمرة دي بليز بيحط معد الفريق من جنب إيد حماد عثمان. 6-13 أهو، وإرسال من أوليفر واستقبال، وحمادة المرة دي بيشوط كرة قوية كده من جنب إيد حوائط الصد في مركز 1، ما تطلعش ولا ديفنس ولا بلوك، أهي بعيدة، بيطلع بعيد عن الشبكة عشان الزاوية تبقى طويلة وواسعة يقدر يتحكم في الكرة. حمادة عثمان
ارسال حماده واستقبال وكره بتعدي وكره جميله وعملها كده فين حسام يوسف بشكل رائع على انه هيطلع يشوطها وراح رافعها لعبد الرحمن سعودي وبترجع تاني ولكن حاط صد جيد من لاعب رقم 7 فرانك المعد وارسال واستقبال وكوره ويشوط كوره قويه سيف عابد خارج الملعب وشايفين تعليمات محمد السيد بشكل جميل مع حمادة عثمان على شكل ايده وشكل حائط الصد وكرة تانية من عبد الرحمن الحسيني خارج الملعب كان طبعا 3 نقاط او 4 نقاط ده كان 13 يعني 4 بقى 14-9 فطبعا تايم اوت بجري مدير الفني الاسباني فرناندو مونزو عشان يقدر يشوف طبعا بيتكلم عن التركيز بالنسبه للاعبين في الاتاك في مهاره الضرب الساحق لازم يبقى في تركيز ونقلل الاخطاء تقليل الاخطاء هو اللي هيقدر ما يبقاش في مساحه للخصم ان هو يقدر يهاجم معانا انما بعيدا عن التركيز والتسرع في الاتاك وعدم التركيز هيبقى في اخطاء كتيره مباشره حمادة وكورة وبتعدي وتانية المرة دي عبد الرحمن الحسيني بيركز في كورة جميلة جدا من جنب ايد حوائط الصد في الملعب بيطلع طبعا المعد نشوف هينزل مين فريد المدير الفني للشرطه الرواندي حسام يوسف وارسال وكوره وبتترفع وبتتشاط بقوه من ايمانويل معد الفريق يعني ده المعد الثاني ايمانويل عشرة الشرطة الرواندي 15 الأهلي المصري وإرسال في الشبكة تقليل الأخطاء الشخصية هي اللي بتعمل الفارق عبد الرحمن الحسيني إرسال قوي استقبال كرة سريعة وبترجع تاني وكرة بتترفع وبتتشاط من سيف وتفنس ولا اجمل من عبد الرحمن وتاني سيف بيشوط كرة وبتطلع ديفنس وبيرجع تاني والمرة دي حائط صد جيد وبترجع سهلة وتاني والمرة دي عبد الرحمن سعودي بيحطها وبترجع الكرة سهلة تاني والمرة دي بقى احمد عزب المتألق بيشوط كرة بقوة من مركز 4 من جنب ايد حوائط الصد بيخلصها بعد كورتين 3 كده ما خلصوش من نص الملعب ومركز 2 اتحطت كوره في مركز 4 خلصت بقوه وكوره ثانيه واستقبال وبتترفع وبتتشاط في خارج الملعب من فاربري بيتين وتايم اوت بجرين مدير الفني فريد من الشرطه الرواندي علشان خاطر ينظم صفوفه ولكن فارق 8 نقاط فارق كبير بيتكلم مع فرقته وبيحاول يبقى في حلول موجوده
ما زال عبد الرحمن الحسيني على الارسال، وارسال قوي داخل الملعب، ولكن الكوره من سرعتها اللعيبه مش عارفه بره الملعب ولا جوه الملعب، ولكن الحكم معمر كعبوب بيقول الكوره داخل الملعب واضحه جدا. تاني عبد الرحمن الحسيني وارسال واستقبال، وكوره بتتقلب وحائط صد، والايد مش مقفوله من عبد الرحمن سعودي. 11 الشرطة، 19 الأهلي. وإرسال واستقبال وكرة، وعزب صاحب الحلول بشوط كرة قوية من جنب حوائط الصد في مركز 4. قدامنا عبد الرحمن سعودي وارساله المميز واستقبال، وكره بتترفع وبتتشاط وفي حوائط الصد وتحديدا حماده عثمان وداخل الملعب. شفنا اوليفر الكابتن فريق الشرطه الرواندي لما نزل ظبط الاستقبال شويه، وكره قويه وحائط صد قوي من اللاعب رقم 7 فرانك، وبكره شاطها حماده عثمان يعني زانق نفسه على الشبكه قوي. ١٣ الشرطة الرواندي، ١٠ الأهلي المصري، والمرة دي سيف عابد بيشوط كرة من اتنين قوية في مركز 5. قدامنا ٢١ الأهلي، ١٣ الشرطة الرواندي، وسيف عابد على الإرسال، وإرسال قوي خارج الملعب. ١٤-١٢. سبايك سيرف، كرة قوية من باربري بيتيم في الشبكة، و ٢٢ الأهلي، ١٤ الشرطة الرواندي. أحمد عزب وإرسال قوي واستقبال، وكرة بتعدي شوية ولكن بترجع بتترفع وبترجع وبتتحط من عبد الرحمن الحسيني، ولكن إيمانويل موجوتشا بيجيب شبكة معد فريق نادي الشرطة. أهو شايفين وهو نازل، بصوا لامس وداخل بايده جوه الشبكه. ٢٣ الاهلي، ١٤ الشرطه الرواندي، وارسال قوي جدا ولكن خارج الملعب. في شك كده ان الكره ولكن عدت، تكون لمست بعض اللعيبه او انسايد. فرانكو واستقبال وكرة، وعبد الرحمن الحسيني بيحطها كده بروقان من جنب ايد حوائط الصد بشكل ممتاز. اهو ٢٤ النادي الاهلي، ١٥ الشرطة الرواندي، وحمادة عثمان واستقبال، وكرة بتيجي سهلة وبترجع تاني، والمرة دي سيف عابد بيحط كرة قوية جدا من مركز 1 وحائط صد قوي من إيمي وأوليفر قافلين الملعب.
الزاوية كانت مفتوحة، وتاني إيمانويل، وكورة بتتسقط من حسام يوسف وبتتشاط بقوة، ولكن ينهي الشوط الثالث من عمر اللقاء 25-16 في شوط ثالث قوي، وكده يفوز النادي الأهلي بثلاث أصوات مقابل لا شيء، 25-20، 25-17، 25-16، ويصعد النادي الأهلي مع النصر الليبي ومباراة دور الأربعة، بعد ما صعد النصر الليبي والأهلي المصري، وأيضا صعد مولودية بوسالم التونسي والسجون الكيني. وبكده بنقول ألف مبروك للنادي الأهلي صعوده إلى المربع الذهبي، وإن شاء الله في تقدم دائم. مشاهدينا بشكركم، كان معكم أسامة أبو زينة، والميكروفون مع الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام الكابتن محمد صلاح والكابتن كريم جمعة. شكرا وإلى اللقاء.